عارف اختبار صفحات الرياضة الشهير اللي بيقولك تختار مين يسدد ركلة ثابتة مباشرة في الدقيقة 90 علشان ينقذ حياتك؟ لو انت جزائري اكيد هتختار رياض محرز، والسبب هو هدفه الشهير في نيجيريا خلال كأس الأمم الأفريقية 2019. بس خليني احكي لك حكاية الجول على لسان محرز. الدقيقة 94 وفاول على حدود منطقة الجزاء، وبيقرب منه أكتر من لاعب عايزين يسددوا الركلة، بغداد بنجاح ويوسف بلايلي، ولكن هو بيتمسك ان هو اللي هيسدد الركلة. محرز بيحكي وبيقول انه كان بيخطط انه هيشوط الركلة من تحت الحائط، لكنه غير رأيه لما لقى لاعب من منتخب نيجيريا نايم ورا الحائط، وانه في نفس الوقت ما كانش هيعرف ان هو يسددها من فوق الحائط، عشان كده قرر انه يسددها بكل قوة عشان تسكن الكرة الشباك ويقود الجزائر للنهائي. جول رياض محرز اللي مرتبط دايما في اذهاننا بحطها في الجول يا رياض، فاز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا سنة 2019، ورغم قيمة الهدف لكنه مع الأسف كان سبب في وفاة أحد المشجعين الجزائريين الشباب بسكتة قلبية بسبب فرحته. وأخيرا محرز وصف هدفه في نيجيريا بأنه أفضل من 1000 كأس عالم يفوز بيه مع فرنسا.